إخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحياتي لكم، حياكم الله جميعا. كيفاش غنغسلو أغصان العنب؟ هاهي ملقحة، يعني نقطعها، قطعتها يعني كنخليها هكا عن التجربة هادي بين 100% الإخوان صالحة، يعني كتتلقح الدلية عاد كتجي ليها كتقطعها كتغرسها. الطريقة ديال الغرسة جيو معايا الإخوان، نوريكم كيفاش غنغرسها وغادي نجح إن شاء الله بإذن الله. يعني أنا عندي واحدة غرسة جربتها ولقحت بالعين، يعني هادي نحاول نخليها ارضيه، يعني في الارض، يعني ما تطلعش، يعني في الارض ان شاء الله يا ربي. واجيو معي مرفا هذا كيفاش هاي شفتوا عند العنب، غادي نجح 100%. هاي ومرحبا بكم، ما تنسوناش الاخوان من الاشتراك والاعجاب، وتحياتي لكم جميعا، حياكم الله. السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اجيو معنا الفيديو.
انتم الاخوان ها مغرس غطيته مزيان من الحراره يعني تتشبر حتى لتيم الاربع ايام. المهم تتشبر مزيان. المهم اخرى شفتوها كي دايره عندي، نزيد تاهي نغطيها باش تشبر مزيان.